يا بنك مصر دعيدك. من 100 سنة طلعت حرب قال بالاقتصاد الحر نعيش أحرار ونتحرر من الاستعمار، وتأسس أول بنك بأموال مصرية وأنشأ الشركات العملاقة. يا ابن مصر الواد. من هنا بدأ ابن مصر. هنا صدقت حلمي وبدأت، قالوا عني زمان موهم بيضيع وقت. لا يوم سلمت ولا استسلمت، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبت. من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر فيه ازمة كان خوفك منه ملوش لازمة، واديك عالصعب قدرت. واللي زمان ضحكوا عليك سفهم دلوقتي بيداروا كسفهم، وهو رهنوا عليك تخسروا وكسبت. شفت يا زمان ومواقف ملهاش حل، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. انا عندي ثقة بالنفس ومناعة ضد اليأس. انا ابن مصر، انا ضد الكسر، انا رافع راسي تملي الفوق طول العمر. انا ابن مصر، انا ابن مقدرش يعيش أبدا يوم غير وأنا حر. أنا ابن مصر، أنا ابن مصر، أنا ضد الكسر، أنا ضد الكسر، أنا رافع راسي تملي الفوق طول العمر. أنا ابن مصر، قلبي نسر، مقدرش يعيش أبدا يوم غير وأنا حر. أول بنك مصري من 100 سنة، بنك مصر ابن مصر.